أولمبياد ميونخ سنة 72 كانت رمزية جداً. ألمانيا حاولت بيها أنها تمسح جزء من تاريخها الدموي في الحرب العالمية الثانية، والبروباغاندا النازية اللي ملت الأولمبياد اللي أقيمت في برلين سنة 36. منظمو الدورة سموها الأولمبياد المبتسمة ودورة السلام والفرح، ولكن 24 ساعة وتسع دقايق من توقف الألعاب محت الفكرة دي تماماً. فلسطين ما انضمتش للحركة الأولمبية إلا سنة 1996، ولكن قبل التاريخ ده ب 24 سنة كان في وفد فلسطيني غير رياضي على موعد مع حدث ارتبط تاريخياً بأولمبياد ميونخ. مجموعة من 8 أفراد من منظمة أيلول الأسود الفلسطينية دخلت القرية الأولمبية في فجر يوم 4 سبتمبر 1972، واستطاعت إنها توصل للبناية 31 في شارع كونولش تراسا اللي كان موجود فيه الوفد الإسرائيلي المشارك في الأولمبياد، واللي كان متقسم على 5 شقق. مجموعة أيلول الأسود نجحت في احتجاز 10 رياضيين إسرائيليين، كان من ضمنهم الرباع يوسف رومانو اللي تعرض لطلق ناري ومات. دقايق قليلة بعد 5 من فجر نفس اليوم قدمت المجموعة طلبتها، وهي الإفراج عن 234 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل ترك الرياضيين، ودوا مهلة لحد الساعة 9 الصبح. جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية رفضت التفاوض، وفي الساعة 6 الصبح تم إبلاغ رئيس اللجنة الأولمبية الأمريكي أفري بروندينج بالوضع. قرار بروندينج كان غريب جداً لأنه قرر استمرار منافسات اليوم دون توقف، وقال ساعتها إن الألعاب لازم تستمر تحت أي ظرف. مجموعة من الرياضيين تركوا القرية الأولمبية ورجعوا بلدهم بعد ما عرفوا بالأحداث، وفي المقابل رفضت المجموعة الفلسطينية كل عروض التفاوض بعيداً عن تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ولكنهم وافقوا على مد المهلة لحد 5 عصراً. بحسب عبد العزيز الشافعي رئيس بعثة مصر في أولمبياد ميونخ في حواره مع جريدة الشروق، مد المهلة ده كان بسبب تدخله مع رؤساء البعثات العربية اللي تم استدعائهم للجنة المنظمة، وكان في انتظارهم وزير الداخلية الألماني اللي عرفهم بالموقف. الشافعي قال: رحت أنا وخمسة من رؤساء البعثات العربية إلى مقر البعثة الإسرائيلية واتكلمنا مع الفلسطينيين، قالوا إن الغرض من العمل الذي قمنا به هو توجيه رسالة إلى الرأي العام العالمي بأن هناك قضية فلسطينية وشعب فلسطيني مشرد، وإننا ما كناش عايزين نقتل حد، وبنعتذر عن مقتل الاثنين الإسرائيليين في العملية. رئيس البعثة المصرية قدر الموقف وقرر إن البعثة ترجع مصر، بس المشكلة الأكبر هي عدم قدرته على الاتصال بالمسؤولين في البلد، خصوصاً إن ما كانش فيه علاقات دبلوماسية مع ألمانيا في الوقت ده. الشافعي يتواصل مع مكتب جامعة الدول العربية في مدينة بون، وقدر يدبر رحلة لرجوع البعثة المصرية، ولما تسأل عن قراره الفردي قال: أنا رئيس البعثة، يعني أنا المسؤول عن أمنها وسلامتها. بعيداً عن بعثة مصر، وفي الساعة 3:51 دقيقة من ظهر يوم 5 سبتمبر قررت اللجنة الأولمبية أخيراً إيقاف الألعاب في وقت بحثت فيه الشرطة الألمانية كل الحلول لتحرير الرياضيين الإسرائيليين. آخر حل لجأوا ليه كان اقتحام العمارة وتحرير الرياضيين الإسرائيليين، لكن نقل كل تحركاتهم على الهواء مباشرة على التلفزيون خلى المجموعة الفلسطينية تعرف تحركهم، وفشلت الخطة. قبل ما الساعة تدق معلنة نهاية المهلة، طلبت مجموعة أيلول الأسود أن يتم نقلهم مع الرياضيين الإسرائيليين لمصر، وفعلاً تم نقلهم لقاعدة فورستن فيلد بروك الجوية ووضعهم في طيارتين هليكوبتر، ولكن خطة البوليس الألماني كانت تحرير الرياضيين في القاعدة الجوية. التحرك للقاعدة بدأ الساعة 10 بالليل، لكن الخطة الألمانية فشلت تماماً عشان تبدأ معركة فوضوية بالأسلحة أصيب فيها 2 من مجموعة أيلول الأسود، ومات فيها رجل شرطة ألماني. الجزء الثاني من خطة البوليس الألماني كانت تحرير الرياضيين الإسرائيليين باستخدام العربيات المصفحة، لكن الزحام المروري اللي حصل بعد ما الناس عرفت بالمعركة اللي دايرة في القاعدة الجوية منعهم من الوصول في الميعاد المحدد. لمدة ساعة توقف ضرب النار، ولكن بعد 4 دقايق من بداية اليوم الجديد رمى أحد أعضاء أيلول الأسود قنبلة
على هليكوبتر من اللي الرياضيين الإسرائيليين كانوا فيها عشان يقتل 3 منهم. في نفس الوقت فتح واحد تاني النار على الهليكوبتر التانية عشان يقتل 5 من الوفد الإسرائيلي، وآخر واحد فاضل من الوفد مات من الاختناق بالدخان. معركة نارية تانية ابتدت، نجا فيها 3 من أعضاء أيلول الأسود واستطاعوا الهروب. متحدث رسمي من الحكومة الألمانية أعلن بعدها أن العملية نجحت والرهائن تم تحريرهم، ولكن بعد ساعات قليلة عرف العالم حقيقة اللي حصل، واعترف رئيس شرطة ميونخ مانفريد شرايبر بفشل المهمة. في صباح 6 سبتمبر عقدت اللجنة الأولمبية الدولية فعالية في الاستاد الأولمبي، قالت فيها إن الحركة الأولمبية أقوى من العنف، وأعلنت استمرار الألعاب بعد 24 ساعة و9 دقايق من التوقف.